أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، عنوان هذه الكلمة المتواضعة: ماذا عن شهر رجب؟ أولا، رجب مشتق من الرجوب، وهو التعظيم. يقال رجب فلان الأسد، بمعنى هابه وعظمه. وقد سمي هذا الشهر الكريم بالشهر الأصب بالباء، لأن الله تعالى يصب فيه الخير على الناس صبا. وسمي كذلك بالشهر الأصم، لأن العرب يحترمونه ولا تسمع فيه قاقعة السلاح. وعرف كذلك عند العرب بأنه شهر مضر، لأن قبيلة مضر هذه كانت تبقيه في مكانه ولا تحوله كما يفعل بقية العرب، كما ورد الإشارة إليه في القرآن الكريم: إنما النسي زيادة في الكفر. ثانيا، إن هذا الشهر المبارك الكريم وقعت فيه أحداث إسلامية تاريخية مهمة. أذكر على سبيل المثال للحصر هجرة المسلمين إلى الحبشة في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حادثة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة، ووقع فيه أيضا وقعت فيه غزوة تبوك في السنة التاسعة، ووقع فيه فتح دمشق في السنة الرابعة عشرة من الهجرة. ثالثا، عندما يأتي هذا الشهر الكريم نجد أن الناس فيه يختلفون وينقسمون ما بين مفرط في تعظيمه ومن يدعي أنه لم يثبت فيه شيء أصلا. وفي الحقيقة أن بعض العبادات التي ذكرها الناس لم ترد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا فيما ورد عن السلف. وقد قطع الإمام الحافظ ابن حجر الشك باليقين عندما قال: لم يرد في فضل شهر رجب ولا صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. رابعا، غير أن ذلك لا ينفي أن شهر رجب شهر له ميزة من جانب أنه من الأشهر الحرم، وهي الشهور التي أمر الله سبحانه وتعالى باحترامها وتعظيمها وتقديرها.
ولا سيما أنه في ترتيبه جاء في محطتين حساسة ودقيقة، فبعد رجب يأتي شعبان، وبعد شعبان يأتي رمضان، وبعد رمضان تأتي شهور الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثم بعد ذلك شهر الله المحرم الذي تفتتح به السنة الهجرية. ولذلك نجد أن العلماء يعتبرونه شهر الغراس، بمعنى الاستعداد للزرع وما يتبعه من أعمال معينة في هذا المجال، فهو شهر الغراس، ويأتي شهر رجب، شهر عفوا شعبان، ليكون هناك البدر، ثم بعد ذلك يجني الناس التمرات في شهر رمضان المبارك، ثم تأتي الخيرات الأخرى المرتبطة كما قلنا بالحج وما يتبعه من ذكريات وأحداث شهر الله المحرم. فلا بد للإنسان أن يستعد لشهر، أن يبدأ الاستعداد لشهر رمضان منذ رجب، فيستعد للغرس وللبدر كما قلنا. وعندما ينقي الفلاح الأرض للزرع والبدر، فيجب على المؤمن أن ينقي قلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أشار إلى الأشهر الحرم ميزها بقوله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا من أهم ما يجب أن يعتمد عليه في رجب، الأشهر الحرم، يعني لا تظلموا فيهن أنفسكم. يجب على الإنسان أن يكف أذاه، يكف لسانه، يكف يده، يكف أي ظلم يمكن أن يسيء به إلى نفسه وإلى عبادي وإلى عباد الله. فهو شهر كف الأذى بامتياز، ويصلح كذلك أن يكون شهرا للصدقة، لأن الصدقة مطلوبة في كل زمان وفي كل مكان، ولا سيما معشر الإخوة والأخوات في هذه الظروف الدقيقة التي نعيشها، والناس في أمس الحاجة إلى من يكشف كربتهم ويمسح دمعتهم. ولا مانع أن يتخذه الإنسان مناسبة وموسما لصيام ما تيسر، لأنه ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صم من الحرم واترك، بمعنى اختر أياما من الأشهر الحرم وصمها، ولكن لا تصوم كل هذه الشهور، بل صم منها واترك. ومن ضمن ما يطلب كذلك في شهر رجب هو كثرة الدعاء، فالإنسان الذي لا يطلب الله تعالى ولا يحرص على أن يتمسك بهذا الخيط الرفيع الذي يربط بينه وبين رحمة الله وبين عظمة الله وبين لطف الله وبين فرج الله، هذا الإنسان الظالم لنفسه، فهو فقير. ما دام لم يطلب الله سبحانه وتعالى، يعني فهو ظالم لنفسه،
لأن الإنسان كما قلنا فقير، والله سبحانه وتعالى غني، والفقير يحتاج إلى الغني. ولذلك بعيدا عن الإفراط والتفريط معشر الإخوة والأخوات، هذا شهر من الأشهر الحرم التي عظمها الله سبحانه وتعالى، يجب أن نحرص على أن نبدأ فيه الاستعداد لشهر رمضان المبارك وما أدرك ما رمضان، وأن نقوم بأعمال الخير التي هي مطلوبة من الإنسان في كل زمان وفي كل مكان، ونحرص بالدرجة الأولى على ما تشتد إليه الحاجة كما ذكرت لكم من كف الأذى والصدقات والصيام والدعاء، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يفرج كروبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.